Good morning, Softani. How are you? Before we start, I have to ask you a question, as always. What day is it today, Atani? What day is it today? Today is Monday. Today is what? Today is Monday. Yesterday was Sunday. Today is Monday. Let's spell Monday together. M-O-N-D-A-Y. M-O-N-D-A-Y. And our unit's title is Fun at the Zoo, يعني البرح في حديقة الحيوان. In our previous lesson, يا تاني, we talked about have got. حكينا ال have got بيجي معاها plural noun اللي هو اسم جمع, صح؟ بيجي معاها ايش؟ اسم جمع, اسم الجمع زائد have got زائد the sentence complement تكملة الجملة. Cats have got long tails, يعني القطط تملك أو القطط لها ذيول طويلة. طيب لو أنا بدي أحول هذا الإشي لسؤال شو بصير؟ بصير have زائد plural noun زائد got زائد sentence complement. الجواب بده يكون yes have, no haven't. Yes comes with have and no comes with haven't. شوفوا المثال, نفس المثال هاد. Cats have got long tails حكينا صح؟ Have cats got long tails? Yes, they have. شوفوا شو عملنا إحنا. جبنا ال have محل cats وجبنا cats محل have. بدلنا بين أماكنهم. لما بدلنا بين أماكنهم لشو تحولت الجملة؟ تحولت الجملة لسؤال. شوفوا cats صارت تاني إشي, have صارت أول إشي. Have cats got long tails? Yes, they have. شفتوا؟ هاي طريقة جديدة عشان إحنا نعرف كيف نحول مثلاً plural noun زائد have got زائد sentence complement into a question. أوكي؟ حكينا منبدل محل أول تنتين بس. شوفوا؟ cats have. طيب لو أنا بدي أحكي giraffes have got long necks. صح؟ إلها إيش؟ رقبة طويلة صح؟ الجرافس. شو بيجي محلها؟ منبدل بين الهاف والجرافس بتصير have giraffes got long necks صح؟ خلونا نطلع على giraffes have got long necks حكينا صح؟ الزرافات إلها رقبات طويلة. طيب كيف بدي أحولها لسؤال؟ بجيب الهاف أول إشي والجرافس بتصير تاني إشي, بدلنا بين ماك أماكنهم وباقي الجملة بقيت كما هي. بتصير have giraffes got long necks. Have giraffes got long necks? Yes, they have. Okay. هلا يا تاني بعد ما احنا حكينا انه ال have got بتيجي مع ال plural noun انه بيجي معاها اسم جمع اللي بيكون معاه اس الجمع حكينا صح؟ cats حكينا في عليها اس جمع كان, بس هون بدنا نحكي عن حيوان واحد. لما نحكي احنا عن حيوان واحد بنستخدم has got, يعني singular noun اسم مفرد زائد has got زائد the sentence complement. شوفوا علي, a lion has got strong teeth, يعني الأسد له أسنان حادة أو أسنان قوية قصدي. طيب هلأ شوفوا علي, لما يكون في عنا هذا ال has got بدنا نحولها ل question, بدنا نحولها لسؤال. شو بنعمل؟ has زائد singular noun زائد got زائد the sentence complement. الجواب بده يكون yes it has or no it hasn't. هلأ لما يكون السؤال ب plural noun يعني اسم حيوان بس جمع يكون منستخدم they, اسم جمع منستخدم they. لما يكون عم نحكي عن حيوان واحد منحكي it, الجواب بده يكون it yes it has or no it hasn't. شوفوا علي هون, has a lion got strong teeth? Yes it has or no it hasn't. هون شو عملنا احنا؟ بدلنا بين ايش وايش؟ شوفوا علي, بدلنا lion في عنا هون اول اشي صح؟ a lion وفي عنا has. وين نزلنا الهاز؟ الهاز صارت اول اشي و a lion صارت ايش؟ تاني اشي. بدلنا بين اول تنتين, بدلنا بين بس اول تنتين عشان تصير سؤال. بدلنا بين اول تنتين, قبل حكينا have cats got, هون صارت has a lion got. Yes, it has or no, it hasn't. Now, يا تاني, look at this example.
حكينا المفرد بنستخدم لها has وللجمع بنستخدم have. A monkey هو عبارة عن قرد واحد، عشان هيك بستخدم معاها has got long arms، يعني القرد له يدين طويلة، صح؟ طيب كيف بدي أحولها لسؤال؟ منبدل بين has a monkey. monkey بتصير تاني إشي، has بتصير أول إشي. شفتوا كيف بدلنا بين أماكنهم عشان تتحول لسؤال؟ has a monkey got long arms؟ yes it has. ليش الجواب ب it؟ لأنه a monkey هو مفرد. لما أنا بحكي عن حيوان مفرد بجاوب ب it، لما أنا بحكي عن حيوان جمع بحكي they، صح؟ لو أنا بحكي monkeys have got long arms، صح؟ نحكي have monkeys got long arms؟ yes they have or no they haven't. they تستخدم للجواب عن الجمع، it تستخدم للجواب عن المفرد في حال كنا نحكي عن الحيوانات. اوكي اتناوية تاني after revising grammar have got and has got we are going to talk about can. يعني بعد ما احنا راجعنا قاعدة ال have got وال has got احنا رح ناخد قاعدة جديدة اللي هي ال can. can زائد اسم الجمع plural noun زائد singular noun اسم المفرد زائد sentence complement question mark. يعني can plural noun اسم جمع او اسم مفرد ما بتفرق، ما بتتغير فيها ولا اشي، بتضل كان زي ما هي والسنتنس كومبلمنت تبقى كما هي. شوفوا علي لما نجاوب عليها شو بنحكي؟ yes it لما يكون عنا الاشي اللي عم نحكي عنه مفرد، they لما يكون في عنا الاشي اللي عم نحكي عنه جمع معاها can. no it ضمير مفرد، they ضمير جمع. it اذا كانت الجملة بمفرد، they إذا كانت الجملة عن جمع. can't no comes with can't yes comes with can. look at the examples عشان إحنا نوضح أكتر بدنا نتطلع على الأمثلة. can a snake fly؟ يعني هل تستطيع الحية الوحدة إنها تطير؟ can a snake fly؟ snake a snake شو مالها؟ singular مفرد. no it can't. ليش حكيت it مش they؟ لأنه a snake هي singular مفرد. ما بصير أحكي can a snake fly أروح أجاوب no they can't، بحكي no it can't. ليش it؟ لأنه it هي ضمير مفرد، ضمير للحيوانات. لما نكون نحن نحكي عن حيوان واحد بنحكي it. look at the second one. can a polar bear catch fish؟ يعني هل تستطيع الدببة هل يستطيع الدب القطبي انه يمسك سمكة؟ طيب a polar bear، a polar bear هو singular مفرد، عشان هيك جاوبت ب yes it can. ما بصير هاد يكون بمفرد اروح انا اجاوب بجمع yes it can. yes comes with can، no comes with can't، no with can't، yes with can، no with can't، yes with can. can cheetahs run very fast؟ هل يستطيع الفهد انه يركض بسرعة؟ cheetahs هون في عنا اس جمع، بدنا ننتبه معناته هذا اسم مفرد ولا جمع؟ هذا اسم جمع، عشان هيك بنستخدم بالجواب they. yes they can، نعم الفهود تستطيع الركض بسرعة. yes they can. can cheetahs run very fast؟ yes they can. look at the last sentence. خلونا نطلع على آخر جملة. can giraffes jump؟ can giraffes jump يعني هل تستطيع الزرافات إنها تنط؟ شوفوا عنا giraffes، عنا هون اس إيش؟ اس جمع، معناته it's a plural noun. it's a plural noun. with the plural noun the answer is gonna be they. نستخدم they مش it. no they can't. no they can't. so they تستخدم للجواب لما يكون الضمير عنا جمع، لما يكون احنا بنحكي عن اشي جمع الجواب بده يكون ب they، لما يكون الاشي اللي احنا عم نحكي عنه او الحيوان اللي عم بنحكي عنه مفرد بده يكون ايش الجواب ب it. they للجمع، it للمفرد. now let's do exercise number 6 point ask and answer. تتذكروا احنا اخذنا قاعدة الكان، صح؟
حكينا لما نكون احنا عم نسأل عن اشي انه هل يستطيع مثلا اشي جمع بيكون الجواب بذي، اشي مفرد الجواب بده يكون بإت. حكينا no, yes it can, no it can't, yes they can, no they can't. Look at this example. Can snakes jump? Can snakes jump? No they can't. Why they can't? ليش ما بتقدر الحياية انها ايش شو تعمل انها تقفز؟ They haven't got snakes, haven't got legs. حكينا صح؟ Snakes haven't got legs. ما إلها رجلين، ما إلها رجلين، صح؟ طيب لو أنا بدي أحكي عن مثال عن إشي تاني، مثلا بدي أحكي Can snakes squeeze animals? Can snakes squeeze animals? Yes, they can. Yes, they can. Look at this example. Can an elephant jump? يعني هل يستطيع الفيل، شوفوا حكيت an elephant يعني عم بحكي عن فيل واحد مش مجموعة فيلة، عم بحكي عن فيل واحد. شو منحكي؟ Can an elephant jump? No. إيش؟ they ولا it؟ it. ليش؟ لأنه عم نحكي عن فيل واحد، منحكي No it can't. No it can't. طيب بدي أحكي هلأ عن crocodiles. Can crocodiles swim fast؟ يعني هل تستطيع التماسيح إنها تسبح بشكل سريع، إنه بسرعة؟ Yes they can. Can crocodiles fly؟ هل تستطيع التماسيح إنها تطير؟ No they can't. هاي كمان مثال لما نحن نستخدم can مع المفرد. Can a giraffe run very fast؟ يعني هل تستطيع الزرافة إنها تركض بسرعة؟ عم بحكي عن a giraffe، زرافة واحدة، زرافة واحدة. عشان هيك الجواب بده يكون بإت ولا بذي؟ بده يكون بإت. So منحكي Can a giraffe run very fast? No, it can't. No, it can't. طيب بدي أسأل كمان سؤال عن الجراف. Can a giraffe eat leaves from trees? يعني هل تستطيع الزرافة إنها تأكل الأوراق الشجر؟ Yes, it can. ليش؟ ليش بتقدر تأكل الزرافة؟ ليش بتقدر تأكل الأوراق الشجر؟ Because a giraffe has got long neck. Long neck. إلها رقبة طويلة. Long neck. This is your homework for today. يا تاني بدكم تبعتوا لي سؤال باستخدام can عن أي حيوان موجود معانا. Okay. هلأ هون يا تاني معانا قاعدة تلخيص للقاعدة اللي أنا شرحتها. Can a kangaroo jump? Yes, it can. يعني لما تكون مفرد بده يكون مع it. Yes comes with can. Can a snake jump? يعني هل تستطيع الحية إنها تقفز؟ No, it can't. No comes with can't. Why we used it not they? Because it we are talking about one animal. We are talking about one animal. Look at the second one. Can kangaroos jump? Kangaroos في هون اس ايش بدنا ننتبه فيه؟ اس جمع. So الجواب بده يكون بذي ولا بإت؟ الجواب بده يكون بذي. Yes comes with can. Yes they can. Can snakes jump? هل تستطيع الحيايا جمع افاعي حيايا snakes في اس ايش؟ اس الجمع. Can snakes jump? No they can't. So yes comes with can, no comes with can't. It we use it when we want to talk about one animal, they more than one animal. Look at exercise number 7. We have read and circle. بدنا نقرا ونضع دائره. Can a polar bear catch seal? Catch a seal يعني هل يستطيع الدب القطبي؟ حكينا الفرق بين polar bear والبير العادي. شو هو البير العادي؟ بيكون لونه بني. Polar bear اللي هو بيكون الأبيض.
اللي بيعيش في المناطق الباردة دائما صح؟ طيب can a polar bear catch seal؟ catch a seal yes it can or no it can't حكينا yes it can catch a seal and fish حكينا صح؟ number two يلا نجاوب مع بعض can elephants jump high؟ elephants في هون اسم جمع صح؟ can elephants jump high؟ طيب هل تستطيع الفيلة لأنها تقفز عالي؟ تقفز عاليا؟ بالجواب بده يكون yes they can ولا no they can't bravo no they can't circle no they can't 3 can a cheetah run fast هل يستطيع الفهد انه يركض بسرعة 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 حكينا مش كنا نحكي انه cheetahs have got strong legs كنا نحكي صح بس هون هلا عم نحكي عن cheetah واحد في عنا a وما في s جمع Can a cheetah run fast? Yes, it can or no, it can't. Yes, it can. Because a cheetah has got strong legs. Strong legs. إلو إيش؟ أرجل قوية. Strong legs. Number four. Can snakes squeeze animals? هل تستطيع الأفاعي إنها تعصر الحيوانات؟ شو حكيت لكم سكويز؟ شو بدنا نتذكر؟ بدنا نتذكر الليمونة كيف إحنا منعصرها؟ سكويز سكويز صح؟ كان سكويز كان سنيكس سكويز أنيمالز شوفوا في عنا هون إس إيش مع سنيكس إس جمع Yes they can or no they can't Yes they can So circle Yes they can Okay Number five Can a giraffe lift heavy things? هل تستطيع الزرافة إنها تحمل أشياء تقيلة؟ تقدر ولا ما بتقدر؟ Yes, it can or no, it can't. No, it can't. طيب شو هو الحيوان اللي بيقدر يرفع أشياء ثقيلة كنا نحكي؟ خلينا نتذكر مع بعض. حكينا an elephant. شو حكينا? Has got long trunks حكينا صح؟ إلو إيش خراطيم طويلة شو بقدر يحمل فيها؟ it can إيش حكينا؟ lift heavy things تقدر تحمل الأشياء الثقيلة يعني الزرافة ولا الإليفنت بقدر يحمل الأشياء الثقيلة؟ الفيل صح؟ elephant Thank you for listening تاني This is your lesson for today Goodbye